الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن قلب الحدث ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، دخول الفورد إلى منطقة بحرة. الحمد لله على سلامة يا أبو فيصل، الله يسلمك، وإن شاء الله كذا تكون دخلة يعني ربك الحامي. الحمد لله على كل حال، وما صابنا إلا ما كتب الله لنا. تحية لكم جميعا. انت علمته كذا قام دفنا، الله يصلح حالك يا ابراهيم. يا حول. وهذا الجمعه، هلا حبيبي حياك الله. وين الكابتن حقنا؟ هلا، ايش اسمه؟ فارس. ونعم فارس، حياك الله. هلا فارس، كيف حالك؟ طيب، شوفنا حبيب قلبي، هلا وسهلا، طول عمرك. والله انك كفو يا ولد، انت انتم الابطال حق رواد بحر بجد، اما ذول اللي يهمك ذول، هذول ممثلين كلهم. اياك والله، ان شاء الله بكره كذا تكبر توقف مكاننا هنا، واحنا نجلس في البيت نتكي شاي ونتفرج عليك، بس تصور لنا صح. حبيب قلبي الله يسلمك. باذن الله باذن الله باذن الله. باذن الله. هلا والله، الحمد لله على السلامة يا شنب. ما شاء الله تبارك الله، يكتمل الجروب باذن الله، طول عمرك يا رب. ترى ما راح الا 3 اسابيع. من هو ذا؟ من دفنة الوحدة. لا يا شيخ، فبالله طلعوا لنا بين السيارات، خلينا نتفاهم معك. ايه لا بس معلش، اليوم يعني ايش، والله دفنت واحد تو فوق ما كنت ابغاه، بس انا ما اشوف، انا لا تعديت ما عاد اشوف. الله يا شنب. نعم. ايش تقول بالليل؟ ايش؟ هلا والله يا شنب، ما شاء الله تبارك الله، لا تقول لي غيرت اللون. ها يا شباب تحركنا. فاروق شغل الثاني عندك شغال؟ كفو يا شنب كفو. يا رجل يا رجل. والله كفو يا ولد، الله يطير طيره. يا راجل. خلاص يا ابو راف، خلاص ابو فاروق، اعطيني جهاز. يا ابو ريم شغلك الله طير. المطحن المطحن ما جاب معه حب. يا ولد هلا يا شنب، حياك الله. سلام يا ولد، نروح اللي ورا هذيك احسن. ها ابو ريم، نسيتك والله، نسيتك ابو ريم، لا يزعل علي يا ابو ريم. يا شيخ اصورك ليه، تروح بيتكم بس. كيف الحال؟ بدون دبل يا الله، ما اصدم فوق، ما اصدم فوق. تعال يا شنب، تعال ركب المايك، امسك ركب المايك، قلب القماش كذا، لا قلبه كذا، اي خلاص بس حيجي واضح. اي واضح يا ابو فيصل. هلا. ها ما اسمعك والله، ترى هو. لا يا شيخ، اخذت المعزز حقي، ما يصير، ما هذا، ما هو بكلام ذا. وراح ابو فاروق، ادعوا له ادعوا له، الله يخلي ابو فاروق. هاي روح يلا اخلص.
المادة ينطلق انطلاقه. حبيب قلبي الله يسلمك يا شنب والله تسلم تسلم الله يطول عمرك يا رب. روح روح يا ولد. احلى شيء ابو فاروق بتجوز شفت كيف؟ يعني العمر مو مهين يا ولد يا ولد يا ولد. راح ابو ريم في المطحنه راح فيها. والله يا رب. ما ايش اصور اصور دخنه هناك. ابو ريم دحين بيزعل عليك وما اصور. الشاشه مركب صحن قناتك اليوم. لا يا شلم. هلا الخواجه الخواجه. خواجة تعلم السواقة تصدق؟ تعلم تعلم المترجم هو المصيبة من المترجم يا عزوز والله المترجم هو اللي علمه كل البلاء وعلمه كيف تصل الدبل وهذه اسمها منوفرة وهذه نوافير وانا شايفه وشفته يا ولد ترى عدت سنة ما سامع سوي مقابلة على الجهاز سوي مقابلة معه الحين سوي مقابلة على الدهن الجهاز ممتاز ممتاز ما في كلام شفتك مجود عمرك انا ابو ريم يضربني لو ما صورتك والله لا اصورك يا شيخ لو تروح لبيتكم الليلة اصورك دامك بتسوي لي بسبوسة يا ولد يا رايس كويا ايش هذا اللي سويته يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد انت بنت الله يا ابو ريم لا اصورك الا تقول بس عشان لا يزعل علي الكلام صاير ايش كان اداء وغيرت الكاميرا على واحد ثاني بس ابو ريم بتمسك بخط ابو ريم خلاص ونعم والديه خلاص في ناس منتظره هنا صغر بيقدر يا ولد خلاص وقف عنده كفرات اصول قديمه فيبغى ايش خلاص الحمد لله افتك كيره وخر يا ولد يا ولد هلا كيف حالك طيب امسك مضبوط بس امسك صح كابو والله انك كابو يا ولد ها مساك الله بخير هلا وسهلا والله طول عمرك يا رب الله يبارك فيك هلا حبيبي حياك الله ارسل يا شرف هلا حبيبي الله يسلمك طول عمرك يا رب يا ابو غيث خلي البطل يقدم هيا اطلع اطلع خطينا تعال اعطيهم خط يا شباب يا نواف وماذا فعلت اعطاه لا منك منك ترى فيها يا ولد فيها طمرة هنا هلا يا شنب حبيبي الله يبارك فيك طول عمرك يا رب كابو يا نواف كابو يا نواف يا ولد يا ولد هذه يبغى لها انزل تحت جيبها تصدق لا اروح بسرعة بسرعة روح الخلا يا عيال يا ابو رهب انت اذا جاء احد منا زي كذا وقف يا ولد يا ولد يا ولد اشر له اشر له قول له بسرعه بسرعه ايش ذا اللي طالع لي فيها ابو ريم انور 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 شايفه تبغونه من السيارات اللي من هنا اللي ورايا من هنا ايوه ما عاد
واخر يا ابو راف، ابو راف ارجع ورا كذا شوي، ارجع ابو تركي كذا بس، ابو تركي هيا اتحرك بسرعه اخلص. ايوه روح يا انا جادش، هذا رايح ما تجي، هذا لازم تجي ماخذها لفه. طيب اسوي راي، لا لا شوف هذا لازم ياخذها دوار جايك مطاير. ما تجي جيبوا لي الباتر الاسود، الباتر الاسود ضبطها. انور ولد انور كابو. طيب رجلك اسرع يا ابو ريم اسرع. هلا يجي لا بس والله لو من ابعد شويه والله يطير الاربع كبرات كبو. سوى تعال خلص صوره عطام كفو احلى بس خذ مسافه يا ولد. الله اكبر علمناه. هاي روح لا تيجي كذا يا دكتور، عكس 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 كذا انتبه لهم اللي جاي. لا وقف 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 كابو. خربتها يا طقمه تأكده خربتها ما تيجي ما تسمع الكلام عيب يا ولد. خبرة من ورا تيجي من عند الفجي من عند الفجي تيجي. ولد واحد من هنا اذا جاء سيارات اشر له من بعيد. روح ابو ريم روح نام ابو ريم. هذا من فوق لازم ينزل. هذا طقمه لا والله ما يفهم. ها؟ ما تزبط ما من ورا. من هنا ما في عزل. هاي؟ خلاص
ركبوا يا ولد. لا لا ما تصلح. ما جاء يبغى لها يا استرالي هذه. عدم البشر هناك. طلعوا هذا براد من اول يبغى يطلع. اطلع اطلع تعال جنبي تعال جنبي يا انور. وعزوز. لا لا مو هنا انور من ذاك الجنب من ذاك الجنب. من هناك يا سالم سالم. جيبوه من هناك عطى العفريت عندي في الحوض واخر سيارة عزوز يا رجل. نواف لو ترجع ورا محل اللي في جيت يجي معك صح. واخر واخر يا ابو رافع ارجع ارجع يلا روح. خلاص روح يلا معاك يلا. ابو سديم تسمعني انور باص كفر هنا ما ادري مبين شو عليه ولد. اي ولد ترى مع الغبار ورا بعض ورا بعض ما يصلح كذا. صور مين ولا مين محلات الرماية وهذه مجموعة من أسلحة بنادق الصيد عبارة عن ساكتون نوعية صراحة مرعبة. تقدر يعني أنواع أنا ما عندي خبرة فيها بالضبط بس لكن يعني أهل المقناص وأهل الجماري وأهل الطيور يجون هنا الله يحييهم إن شاء الله يلاقون طلبهم. وهذه علامات اللي هي حقت التدريب تحطوها اشارات من بعيد كذا تجي الطلقه يقوم ينطوي تضرب الثانيه ف يعني تدريب الرمي وان شاء الله ايش تجدون طلبكم باذن الله.